درجة المحافظات المنتفضة 10 محافظات طالب بإرجاع سعر صرف الدولار. لإطار التنسيق من لزم الحكومة صعد سعر صرف الدولار لحد هذه اللحظة تقريبا 180 ألف. احنا نطالب بإرجاع سعر صرف الدولار إلى وضع الطبيعي، وضع الطبيعي كان 120، شعب نتك. هذا مطلبنا، واليوم المحافظات العشر المنتفضة طالعة على هذا الشيء. يعني تخفيض سعر الدولار هذا مطلب بسيط، يعني احنا وضعنا بواسط ما شاء الله، لا شغل لا عمل لا خدمات، وهسه جابونا سعر الدولار. هي العالم بال 120 وقوة عايش العالم، الصاعدة لل 180 حتى مصارفهم الأهلية تنتعش براس الفقير. بس اليوم إن شاء الله نخلي لحد اليوم أمام مكتب مجلس النواب نداء إلى النواب الشرفاء، إلى الناس الخيرة، إلى شيوخ العشائر، إلى المعممين، إلى الجميع. اليوم ليش ساكتين على هذا الظلم؟ ليش هاي المأساة مستمرة؟ فين وقفة حقيقية، وقفة جدية أمام مكتب النواب محافظة واسط، لأنه للأسف الشديد نادينا أكثر من مرة هذا المجلس وما حد إجانا وما حد سولف ويانا، وحاولنا أن نعرف شنو أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، لكن مناشداتنا هواي وما حد جاوبنا وما حد لحد الآن اكتوث لهذا الموضوع. بعدين اجتمعت لجان منسقيات المحافظات على خطوة صرف سعر صرف الدولار، تخفيض سعر صرف الدولار. اليوم خطوتنا الأولى اللي هي المرحلة الأساس واللبنة الأساس للقضاء على ارتفاع هذا الارتفاع الفاحش في صرف سعر الدولار. اليوم وقفنا يا ممثليات المجالس النواب في الكوت وبقية المحافظات ودعينا إلى عصيان، إلى اعتصام لمدة 24 ساعة العفو مستمرة خطوتنا. إذا في حال عدم استجابة النواب لمطالب هذه التظاهرة وهذه الجماهير سوف نمنع دخول أعضاء مجالس المحافظات في واسطة وبقية المحافظات من دخول المحافظات.